بالمناسبة أردت أن أحيي والي ولاية بلعباس، اتخذ قرارا شجاعا هذا الأسبوع الماضي بتوقيف كل هذه المتاجر تاع الخمور على مستوى ولاية بلعباس، خاصة هذه اللي في الأحياء الشعبية حد الجامع وحد المدارس. فنقول لك جزاك الله كل خير أيها الوالي، والي ولاية سيدي بلعباس. الخيرين في بلعباس يشهدون لك بالخير، الخيرين في بلعباس يقفون معك، فأمضي إن شاء الله على بركة الله عز وجل. في بعض الناس، بعض الخفافيش، ما عجبهمش هذا القرار، حابين الشعب قاعد يولي سكارجي والشعب قاعد يولي مسوفج، ولكن اعلم علم اليقين بأن الشهداء في قبورهم لا يريدون تجارة الخمور، والأحرار في بلعباس لا يريدون تجارة الخمور. فامضي على بركة الله، نحن ندعو لك من ورائك، والشوابين والعجايز يدعو لك، فامضي على بركة الله، وإن شاء الله ربي يجعل قدوة لكل المسائل في البلاد أنهم يحاربون أو يعني يعالجون هذه الأمور، هذه البقع المدمرة للمجتمع بعون الله تبارك وتعالى.